صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 28 لسنة 2021 بتعيين مديرين في وزارة شؤون الشباب والرياضة. جاء فيه المادة الأولى يعين في وزارة شؤون الشباب والرياضة كل من السيد مساعد سلمان مساعد مسعود مديرا لإدارة تمكين الشباب، السيد يوسف فؤاد يوسف المحرقي مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية.